أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي، عالم الخيال. تقدم يا فراني الشجاعة إلى المعركة. النصر لنا. مهلا يا صديقي، ماذا تنويان أن تفعلا بالعصي؟ أن تشعل النار؟ هذه ليست عصية، إنها سيوف، والجذع هو القلعة. سنلعب لعبة فرسان وتنانين. لكن عليك التظاهر أن تلك قلعة حقا. استخدم مخيلتك. أجل، حسنا، أستطيع فعل ذلك، أو أستطيع اختراع شيء سيجعل كل شيء تتخيلينه حقيقيا. استعدوا للتصفيق بأيديكم الرقيقة. ها هي آلة الأحلام التي قمت بصنعها. تستطيعون الذهاب إلى عالم خيال حقيقي. مرحة، رائع يا باكي. محال، هذا مستحيل بالكامل. مستحيل بالكامل؟ انظر إلى هذا، سأتخيل أن لدي سيفاً في يدي الآن. شكراً لك يا آلة الأحلام، استعدوا لأن الأشياء ستصبح خيالية. تخيلي شيئاً يا فراني، وأنت أيضاً يا بيورن. حسناً، أنا أتخيل أننا فارسان. أجل، وأنا أتخيل قلعة. احذر، القلعة محمية من قبل تنين، وينفث النار من أذنيه. لا، مبالغ فيه جداً، لا يوجد شيء كالتنانين. بلى، يوجد. لا، لا يوجد، إنها ليست واقعية وحسب. ليست واقعية؟ لا يفترض أن تكون واقعية أساساً، يفترض أننا نتخيل. إن لم تحب الأمر فليس عليك اللعب. حسناً، إذن لن ألعب. لا يوجد شيء كالتنين، سأبحث عن مهرجان من عصر النهضة، أولئك نوابغ دقيقون. حسناً باكي، ماذا الآن؟ معركة؟ مهلاً، ما نحتاجه هو منجنيق رائع، صحيح؟ أجل، ولكن نريد واحداً جميلاً. ويجب أن يكون للقلعة خندق وفيه دلافين. أحب هذا حقا. وأنا أيضا، فلنهاجمها. وقت الهجوم الآن. يا ويلي، هذا من مخيلتي. أجل، وهذا من مخيلتي، انظر إلى هذا. يجب أن نتوقف عن تخيل الأشياء. أنا أحاول لكن لا أستطيع التوقف. أجل، ولا أنا أيضاً. بدأ هذا يصبح غريباً. آلة الأحلام، حان وقت إطفائك. حسناً، لقد أطفأناها، والآن من سينظف وراء مخيلاتنا؟ حسناً، يجب أن يكون شخصاً يعرف كيف يتحكم بمخيلته. شخص يجب أن يكون واقعياً بالكامل. هل يذكرك هذا بأحد ما؟ أجل، أظن أنني أعرف أحدهم. قد يستطيع بيورن إزالة ما تخيلناه. بيورن، مرحباً يا بيورن، تعال إلى هنا. كنا نتساءل إن كنت تستطيع مساعدتنا بجعل الأشياء التي تخيلناها منطقية. لقد صنعت مخيلتنا الفوضى. فهمت، خرجت مخيلتكما عن السيطرة. يا صديقي، ملأتما كامل الخريطة. ما هو هذا؟ أحادي القار؟ لا يوجد شيء كهذا. أزل رجل الثلج لأنه ليس فصل الشتاء. شكرا لك، لقد أنقذت.
شيئاً من مخيلتنا المجنونة. الخيال رائع، لكن لا يفترض أن يكون حقيقياً. أنت محق، تخيل الأشياء رائع لأنك تتخيل فحسب. سوف أتخلص بسرعة كبيرة من آلة الأحلام. أنت صديق جيد يا بيورن. بعد كل ذلك الخيال، نحن جاهزون لوجبة خفيفة. ما رأيكم بالحلوى؟ الحلوى فكرة جيدة، ولكن كان بمقدورنا ارتداء خوذ وتخيلها. باكي، هل أنت جاد؟ أجل، أنا جاد، ولكنني أمزح. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.